احبابي اكتشفت واحد الموقع هذا الاسبوع باسم Oriental and Traditional Music، فيه البومات قدام ديال الموسيقى الاصيله، موسيقى عربيه مغربيه، ولكن ايضا موسيقى من ايران، الهند، كل يعني اسيا وافريقيا، يعني من جميع الدول. وهذا الموقع عنده الاختصاص نتاعو انه كيقدم فقط البومات اللي هما قدام، اما اللي خرجوا في كاسيت واما اللي خرجوا في الفينيل، في داك عرفتوهم داك الطباصل ديال 33 تور ديال شحال هذه. المهم اذا ما فيهش موسيقى حديثه يعني نتاع دابا، غادي تلقاو فيه فقط موسيقى اللي هي فريده من نوعها اللي هي اصيله نتاع شحال هذه. مثلا تلقاو فيه دار هاد الايامات البومات نتاع عبد الصادق شقاره مثلا، الالبومات اللي ماريش تلقاوهم في كيدوروا يعني في الاسواق ولا في الانترنت، شي البومات اللي ماريش تلقاو في مكان اخر. كاين البومات مثلا تاع الذكر، في الذكر الصوفي مثلا، غادي تلقاو البومات نتاع موسيقى هنديه لغاغا، نتاع القوالي يعني الموسيقى الصوفيه الباكستانيه، غادي تلقاو فيه يعني مجمع كبير من الموسيقى العالميه والورد ميوزيك. وكل شيء هادشي يمكن لكم تقوموا بالتحميل نتاعو بسهوله وبروابط مباشره. نتمنى انكم تستمتعوا، تهلاو لي فراسكم مزيان. السلام عليكم. We'll be right back.